ومن صعيد عرفة الطاهر، وفي أفضل يوم طلعت فيه الشمس أو غربت أفضل الأيام وأدركها، تعالت أصوات الحاجيج التونسيين بالضراعة والدعاء إلى العلي القدير كي يحفظ سيرة الرئيس بن العابدين بن علي وحرمه السيدة ليلى بن علي وكافة أفراد عائلته الكريمة، ويديم عليهم وعلى الشعب التونسي نعمة الصحة والسعادة، ويزيد في توفيق سيرة الرئيس وتعزيز مقامه لمواصلة قيادة تونس وتحقيق المزيد من النماء والخيرات على يديه الكريمتين، لما فيه تقدم تونس ومناعتها وعزتها.